السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذ أحمد، أخبار حضرتك؟ ضفت لك على شاشة المبيعات كما طلبت تكست بوكس لإضافة كود الصنف مانيوال، وبالتالي تقدر تضيف الكود اللي أنت عايزه، تمام، وهيظهر معاك الصنف أوتوماتيك. تمام. أي كود صنف وأنت بتكتب بيظهر على طول الصنف معاك، تمام؟ وبالتالي سهل جدا إنك هتحدد العدد وهيضاف صنف. طيب، صنف غيره. تمام، لو عايز تحدد الكسور، تمام، ادي 2.5، انتر. تمام كده. طيب، في بعض التحديثات اضفتها لك على شاشه المبيعات عشان تستفيد بحاجتين، يعني مبيعات اكثر سرعه وامن البيانات. واحده واحده كده هشرح لك اللي تم، تمام، عشان تقدر تستخدم البرنامج بسهوله. في هنا طبعا تحت 10 ازرار موجود بالاخضر كده، اف 1 واف 2 واف 3 الى اخره. بتحط هنا القائمه دي اسمها قائمه الاصناف الاكثر مبيعا. الاكثر مبيعا يعني الاصناف اللي بتتباع معاك دايما، مش شرط ان انت تكتب الكود بتاعها، لا، ده انت ممكن تضغط بس على زر الامر ده. تمام. طيب، كمان المبيعات بقى فيها طريقتين، طبعا الطريقه العاديه اللي هي ممكن تضغط على القائمه وبعدين الصنف وتبيع كما هي، تمام، زي ما هي موجوده، تمام، ولكن التطوير اللي تم ازرار اختصارات للكيبورد، يعني ممكن تشتغل بالماوس وممكن تشتغل بالكيبورد في ده، تمام، فرسل على طول اسم الصنف اللي هو موجود على زر الامر، وفتح لي اوتوماتيك حدد وزن. هضغط بقى العدد بتاعي هو 5 على الصحيح او غير صحيح زي ما انا عايز. هضغط بالماوس، تمام، هتحدد العدد برضو 2.5، انتر. تمام، هضغط بالماوس تاني، هحدد العدد 3، انتر. طيب كده احنا اشتغلنا بالماوس، تمام، وبالتالي غير كده كمان ان انت لو عايز يعني الشاشه اللي هي بتاعت الكتابه الكميه مانيوال بتظهر اوتوماتيك مع الضغط هنا، بتظهر اوتوماتيك مع الضغط هنا، تمام. طيب، انا دلوقتي عايز اشتغل بالكيبورد، مش عايز المس الماوس خالص، هنفترض جدلا، تمام. هنا في اختصارات لغايه اف 10، من اف 1 لاف 10، تمام، زائد ان اختصار الاف 12، تمام، ده اللي هو خاص بالكميات. هنجرب، ادي اف 3 مثلا، اف 3، انا كده مش بالماوس، سايب الماوس خالص، تمام، هكتب الكميه، تمام، اف 4، تمام، 5، ده كده انا كيبورد، تمام. طيب، عايزين نضيف الـ على قائمة الأصناف الأكثر مبيعا، عايزين نضيف أصناف. أنا عندي الستة فاضي، والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة، عايز أضيف، هضيفها منين؟ من بيانات رئيسية. هلاقي هنا في القائمة المنزلة حقل اسمه الأكثر مبيعا، هضغط عليه هيطلع لي الشاشة دي. أنا هحدد هنا طبعا، أنا دي الأصناف الموجودة عندي، هحدد أنا هحط الصنف ده في زر إيه؟ زر إف هنا لغاية اف 12. طبعا احنا ما عندناش اف 12 غير الايه، غير اللي هو القائمه اللي هي الكميات، فانت عندك لغايه 10 ازرار. تمام، احنا تمام، لازم نضغط على زر امر جديد وبعدين احدد، تمام، واختار الصنف واحفظ. طيب، تاني جديد وهحدد 7 واختار الصنف وهحفظ. تاني جديد، تمام. طب كده العشر ازرار، تمام. لو فتحت المبيعات هلاقي ان العشرة اللي انا ضفتهم اتضافوا عندي هنا الاسماء هنا اهو بالظبط. هنشتغل برضه تاني بالكيبورد، ادي اف 9، اف 9، تمام، 5، اف 7، 8، اف 5، 9، تمام. وبالتالي دلوقتي ممكن تشتغل بالكيبورد وممكن تشتغل بالماوس، ايا كانت الطريقه اللي حضرتك مرتاح فيها اشتغل بيها، تمام، ما فيهاش اي مشكله. طيب، ايه تاني برضك؟ القوائم، شغل القوائم زي ما هو، زي ما قلنا ان هو زي ما هو. طيب، نيجي بقى لحاجه مهمه جدا، تمام، امن البيانات.
طبعا نسخه تجريبيه ما كانش متواجد فيها الامكانيه دي، تمام؟ احنا ما بنحطش فيها الكلام لنا التجربه بس، تمام؟ انما انا قلت اشرحها لك برضك عشان يبقى عندك علم، لو اشتغلت معاك ما تستغربهاش، اوكي؟ 3 خطوات ليهم حاجه اسمها يوزر نيم وباسورد. يعني التسليم ممكن تعمل له يوزر نيم وباسورد، وليه صلاحيه. التسليم ليه صلاحيه، والحذف ليه صلاحيه، واسترجاع فاتوره قديمه ليه صلاحيه، عشان دي طبعا مش المفروض ان يبقى مفتوحه يعني. طيب احنا هنيجي مثلا نسترجع فاتوره، هنرجع للفاتوره، عايزه ارجع للفاتوره اللي هي 5001. لو انا ضغطت هنا كده المفروض يرجع لي الفاتوره، بس هيظهر لي الشاشه دي يقول لي دخل يوزر نيم وباسورد عشان يتاكد ان الصلاحيه دي الاونر مديها لك. طب احنا لو انا كتبت اي يوزر نيم واي باسورد، طبعا هقول لي ليس لك صلاحيه، وبالتالي مش هيرجع الفاتوره نهائيا. طب لو انا كتبت يوزر نيم وباسورد صحيح، هلاقيه فريز للفاتوره. استرجاع فاتوره ليها صلاحيه، لازم تعمل لها صلاحيه. عايز تديها للموظف اوكي، مش عايز تديها للموظف تبقى معاك انت اوكي، لان الفواتير اللي اتصدرت للحسابات وانت استلمتها واستلمت التقرير بتاعها او الشيفت بتاعها، تمام؟ لو في صلاحيه للكاشير ان هو يرجع للفاتوره الاقدم، دي كارثه، وبالتالي دي بتتقفل، تمام؟ بتبقى للاونر فقط او للموظفين انت تثق فيهم، اوكي؟ عايز اسلم تسليم الحجز، برضه ليه صلاحيه، بمجرد ان انا اضغط على رقم الفاتوره هيظهر لي برضك شاشه اليوزر نيم والباسورد، وبالتالي دي برضك ليها صلاحيه، تمام؟ عشان يظهرها. طيب ايه تاني؟ لو انا عايز احذف نفس الموضوع، لو انا عايز احذف، لو انا عملت فاتوره مثلا ادي اصناف وعايز احذف صنف، فعمليه الحذف برضك للاصناف دي ليها صلاحيه، مجرد انها تتفتح برضك ليها صلاحيه. طيب انت هتدي الصلاحيات دي منين؟ هتبص تلاقي في الصلاحيات، هتلاقي في حقول جديده اضافت، هي ايه؟ اول حقل هو حذف المبيعات، وبحث عن فاتوره، والتسليم. حذف المبيعات عمليات الحذف، تمام؟ بحث عن فاتوره اللي هي الفواتير القديمه الاقدم، تمام؟ طبعا فاتوره طالما صدرت للحسابات واداك فاتوره جديده، مش المفروض ان يحصل اي تلاعب في الفاتوره القديمه، وبالتالي عشان ترجع لفاتوره قديمه تعدل فيها او تمسح او تعمل اي حاجه، يبقى لازم ليها يوزر، تمام؟ والتسليم برضو نفس الموضوع، وبالتالي دي لصلاحيات. طيب انت عندك 2 هنا موظفين، تمام؟ عندهم صلاحيات المبيعات فقط، انت مديهم المبيعات فقط. طيب هل انت عايز تديهم صلاحيه الحذف، بحيث ان هو لو خطأ ودخل صنف، ولا في حد مثلا عميل وهو واقف بعد ما طلب صنف قال لا انا مش هاخده انا عايز غيره، فلازم يمسحه من الفاتوره، تمام؟ هتديله الصلاحيه دي، لو انت هتديله الصلاحيه دي هتيجي عنده كده في الاخر، تمام؟ وتقوم جاي معلم على الصلاحيه دي كده، تمام؟ وبعد ما اتعلم تقوم جاي ضاغط حفظ كده، اتعلم له ان هو ايه؟ هيحذف، تمام؟ مش عايز تعلم له خلاص اوكي، هتلغيها. طيب برضو هتشوف انت عايزه يبحث عن فاتوره قديمه ولا عايز يسلم، ايا كان الطريقه براحتك. عايز الكاشير مثلا يبقى ليه صلاحيات وفي موظف تاني، تقسم الصلاحيات حسب الموظفين الموجوده براحتك، تمام؟ دي التعديلات اللي تمت، انا حبيت بس ان انا اخترق فيها، وان شاء الله اي تطورات انت محتاجها بعد كده انا معاك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.